هدف هذا السوق إلى بيع جميع المنتجات الغذائية إلى المواطن بأسعار تنافسية بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث بادرت هذه العملية بمشاركة مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين. تنظم الوكالة الوطنية للتسير الخضر المصغر بالتنسيق مع مرفق الصناعة والحرف في ولاية الإليزي معرض تضامني من تسويق منتوجات الحرفيين المستفيدين من جهاز القرض المصغر من أجل تشجيعهم على تسويق المنتجات المحلية وتشجيع المواطنين على اقتناء المنتجات المحلية.